الإعلام مو منفصل عن الحياة، الإعلام بخدمة الحياة. قناة حلب اليوم شعارها قناة هي نبض المجتمع السوري. مثل ما بتعرفوا قبل فترة سوينا نحن حلقة عن مخيم دار الإيمان للأرامل زوجات الشهداء والأيتام. بيهمنا كتير نشوف نتائج عملنا. منظمات كتيرة شافت هالحلقة وتأثرت بالأوضاع الصعبة والمأساوية لهالشريحة المهمشة من المجتمع زوجات الشهداء. واحدة منهم اللي هي الوقف التركي، وقف الديانة التركي، قام بكفالة هذا المخيم، وحسب ما قيل لنا انه تم تحسين وضع المخيم بشكل كتير ممتاز. اليوم رح نكون معكم مرة تانية بجولة جديدة لنشوف شو هو الإضافة اللي أضافها وقف الديانة التركي على هذا المخيم، وكيف تحسنت أوضاع زوجات الشهداء هون، وخاصة في بداية فصل الشتاء. كونوا معنا. مخيم دار الإيمان لزوجات الشهداء. مؤسسة وقف الديانة التركي تتكفل المخيم. بعد عرض أوضاع زوجات الشهداء في حلقة سابقة من برنامج جولات، المؤسسة كانت تقدم بعض الخدمات سابقا للمخيم استجابة للأوضاع الصعبة مع بداية فصل الشتاء. بدأت المؤسسة بتقديم مواد التدفئة وتركيب المدافئ وغيرها من الخدمات لتحسين حياة زوجات الشهداء، وتعهدت بمتابعة تقديم الخدمات للمخيم كإنارة الشوارع وتعبيد الطرقات. يعيش في مخيم دار الإيمان نحو 109 عائلة من عائلات الشهداء. مؤسسة وقف الديانة التركي حكومية تركية تقدم خدماتها الإنسانية في إدلب منذ بداية عام 2017. لما جينا المرة الماضية لهون كان الجو ماطر وبرد شديد، وكان معظم سكان المخيم عم بيعانوا من البرد ومن نقص في المازوت ونقص في الصوبيات، وأيضا نقص حتى في البطانيات والفرش ونقص في ألبسة أطفال. خلينا نشوف اليوم كيف صارت أوضاعهم، تحسنت فعلا ولا هني على ما هني؟ تابعونا. معلي أنت مسكة المخيم. نعم. المرة الماضية سوينا معك لقاء. نعم. تحكي لي بصراحة شو اللي تغير من 15 يوم لليوم؟ بداية أنا بوجه تحية شكر وتقدير لقناة حلب اليوم على مصداقيتها، ولأنها فعلا نقلت الواقع المؤلم اللي كان هنا بيعاني منه المخيم، وبكل مصداقية يعني نقلته للعالم الخارجي، والحمد لله رب العالمين. يعني ما شاء الله فورا يعني إجانا، يعني بلشت يعني بوادر الخير يعني تبين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يعني وإجا الوقف التركي إن شاء الله يعني على أساس إنه تبنى المخيم، وهلق حاليا يعني حسينا بالفرق، يعني إنه صار في دعم. يعني جابوا لنا دفعة مازوت، موعودين بالدفعة الثانية، جابوا لنا لحمي، جابوا لنا كمان فواكه، بطاطا، يعني خبز كمان. الحمد لله رب العالمين، يعني بلش إنه صار في حركة، يعني في حركة دعم. أهم شيء مازوت، المازوت أهم شيء، الوقود بالنسبة لنا. يعني المازوت يعني لسه نحن بحاجة، يعني لسه شغلات كتير، يعني نحن بحاجة لا لا مثلا جرار غاز، نحن بحاجة مثلا نزفت المخيم، يعني الطرقات خاصة عم بصير يعني طين، عم بصير هيك كذا بالشتاء، بحاجة يعني لإعادة تأهيل الغرف. يعني الغرف يعني تعبت، بدها إعادة تأهيل، يعني بدنا على القليل مثلا الأسطح من فوق بدها الزفت مشان ما تنش الغرف أو تدلف عليه بالشتاء. بحاجة كمان لدهان من جوا، بحاجة لترميم، يعني إعادة يعني تأهيل الغرف، وكفالات مثلا راتب غرفي، إنه بحيث إنه يساعدونا قدر المستطاع على إعانة الأطفال. موضوع الأطفال وموضوع الصحة شلون شايفتيهم؟ لا، موضوع الصحة تمام، هني عم يجيبوا سيارات كمان، عم يعينوا الأطفال، عم يجي كادر طبي، عم يجيبوا دواء، والدواء يعني ممتاز عم يعطوه للأطفال الحمد لله. بس ما أقول لك كمان لسه في شيء، يعني في عندنا نواقص، يعني مثلا يعني ما صار لحد الآن مثلا لباس للأطفال، ما صار بادرة لباس للأطفال، بدنا مثلا حرامات كمان على الشتي، ما صار لسه، يعني في نواقص. بس كمان بالنسبة مقارنة مع قبل، نحن يعني تحسن وضع المخيم يعني كتير كتير.
الله يقويكم وان شاء الله يعني سبحان الله الفضل الاول لقناه حلب اليوم فضل الله لله عز وجل الفضل الاول ثم لكم وان شاء الله للوقف التركي بعدكم الله يبارك فيكم ويكرمكم جزاكم عنا كل خير يا رب. السلام عليكم. يعطيك العافية. أهلاً. نحن من فترة قصيرة بتذكر جينا لهون وببداية فصل الشتاء وصورنا هيك جولة عن وضعكم في هالمخيم وكان وضع كتير صعب. بذكر إنه كان وضع مطر وكان برد وهيك وحكيته إنه ما كان في مازوت ما في لبس أطفال ما في حرامات ما في بطانيات ما في عوازل. تحكي اليوم شو صار بعد ما أجا مؤسسة الوقف التركي أجت لهون وكفت المخيم؟ شو اللي تحسن اللي صار؟ شو الإضافة اللي صارت عنكم؟ الحمد لله رب العالمين دخل وقف الديانة التركي جبنا مازوت عمل عوازل الأسطحة زفت وهيك شغلات وعملنا المجهول الصحي كمان صرف صحي صرف الصحي الحمد لله يعني تحسينات لبداية الشتاء الحمد لله. شو عجبكم مازوت؟ جابوا لنا 25 لتر 25 لتر قديش صار له؟ صار له أسبوع أسبوع كويس كتير. اللي ما عنده صوبيات شو سووا له؟ صلحوا له الصوبيه واللي ما عنده صوبه جابوا له صوبه كمان. تمام. اللي صوبته خربانه صلحوها واللي ما عنده جابوا له صوبه. تمام. موضوع البطانيات الفرش في شيء؟ لا لسه حاليا ما جابوا شيء. ما جابوش لا بطانيات فرش لسه ما جابوا شيء لا. غير العزل شو سوى؟ غير عزل اسقف شو سوى؟ حاليا بس. بس هدول. اعطوكم شيء مصروف؟ ايه اعطونا كمان. اعطونا 200 ليره تركي مصروف مبدئي حاليا. يلا الله يعطيك العافيه. أهلين سهلين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. تحكي لنا وضعكم شلون حاليا؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله. هلقتين استلمتنا الديانة التركية إن شاء الله وعدتنا بخير والأمور إن شاء الله للأحسن. طيب يعني استلموكم قديش صاروا مسلمينكم؟ يعني صارت نص شهر. نص شهر. طيب شو سووا بعد ما استلموكم؟ يعني مروا على البيوت بشكل نظامي تفقدوا شو بدنا شو ناقصنا. اول شغلي تفقدوا الصوابع امنوا لنا اياهن الحمد لله وامنوا لنا البواري. نعم. واول شغلي بيجيبوا لنا اياها المازوت كويس وطلعوا على السطوح كمان حطوا لنا ماده انه مشان ما تنزل علينا مطار كويس الحمد لله. غير هيك امبارح مثلا اجى عمل استبيان بشكل عام يعني للمخيم كله وان شاء الله وعدونا للاحسن. غير الصوبه وغير المازوت وغير العزل سووا شيء ثاني؟ سووا شيء ثاني وعدونا ان شاء الله يعني وعدونا ان شاء الله للاحسن. ايش وعدوكم؟ وعدونا بكفالات. بالمرة الماضية لما جينا على المخيم كان في زوجات شهداء بحاجة لمساعدة طبية. كان في مرأة مكسورة إيدها ورجلها لأنه كانت عم تشتغل بقطاف الزيتون بعفرين وكان أيضا في نساء بحاجة لزيارة بعض المستوصفات والمشافي. رح نشوف اليوم شو صار بوضعهم أيضا وإذا كان صار تحسن ولا لا. تابعونا. السلام عليكم. عليك العافية. شلونك؟ طمنيني عنك. والله الحمد لله. صوتي احسن؟ ايه الحمد لله. الحمد لله. كانه فكر بطن عن ايدك؟ والله فكيته بس قالوا بدي شد ضبينه مشيت وانا البرد. تمام. ورجلك؟ ورجلي لسه ما فكيتها. لسه ما فكيتيها. خلص ماشي. حدا زارك؟ حدا جاب لك دواء؟ اخذك على طبيب؟ زارني ولا حد شافني والله احسن شيء. طيب هي الصوبه مين ركب لك اياها؟ والله ركبوا لي اياها الجيران. مين الجيران؟ هون عندنا النسوان. الجيران. أيه. الصوبه وين ما عندك؟ لا مو من عندي. لك من وين؟ جابوا لي من جماعه برا والله. يعني مو من المخيم؟ لا. ولا البواري ولا المازوط؟ البواري جابوا لي اياها. مين جاب لك اياها؟ جماعه من هنا. منين من هي؟ من نفس المخيم هون. يعني اداره المخيم ولا الاداره؟ الاداره. أيه. مازوط؟ مازوط والله من زلمه برا شحدني 50 لتر مش قد ساي مشان كسري يعني. هلا انا حسب معلوماتي انه يعني اداره المخيم الوقف الديانه التركي جاب 25 لتر لكل واحده. 25
انا ما كنت هون، ما كنت عند الدكتور. إيه؟ جيت يعني وما سالت لا منين ولا وش جاتينا. يعني اعطوكي اللي ما اعطوكي 25 لتر؟ إيه؟ او يم يعني اعطوكي 25 لتر. يعطيك العافية. اهلا والله، يعطيك العافية. انت كيف الوضع؟ والله الحمد لله، شايف عم نشتغل مشان نقدم لهالاولاد اليتامى. شو عم تشتغل؟ عم نشتغل بسلوك. المرة الماضية سوي معك لقاء. ايه لا ما سويت معي لقاء. لك؟ لجارتي هنيك. لجارتك؟ ايه. طيب وانت ما زلت عم تشتغلي في سلوك. طيب شو صار تحسن على وضعك من يوم ما جينا من 15 يوم لهلا؟ والله صراحة. عادي. شلون عادي؟ يعني ما انه يعني ما تغير شيء، يعني عم نتعب ونشتغل. أيه؟ هي يعني. طيب. يا دوب عم نطالع حق رغبة الخبز خضره لهالولاد. طيب. اكثر من هيك ما في. انا معلوماتي انه في منظمه كفتكم. الحمد لله. إيه؟ انه امبارح اجوا سجلوا وان شاء الله. ان شاء الله خير. شو اعطوكي بهي الفتره؟ اعطونا 200 تركي. كتر خيرك وخيرهم وخير الله. وبيجيبوا يعني لهالولاد. خيرهم؟ ايش جابوا لهالولاد؟ وما زود جابوا لنا يمكن هنون. وجابوا لهالولاد شو بحكي عن اللحمة وشو كمان؟ مازوت جابوا لكم قديش؟ ما بعرف 20. طيب. الصوبيا معكم ولا من عندهم؟ البواري من عندهم. من عندهم الصوبيا ما عندك؟ ايه من عندنا. تمام. عندك شيء عم يكب مي كذا هيك؟ ايه عندي هداك الحيط. ايه؟ قلت لهم عنه. زبطوا؟ لسه ما زبطوا. لسه ما زبطوا. بطانيات ما بطانيات؟ فرش؟ لا ما اعطوني. لبس اطفال؟ لا. قالوا لك في امكانك تجيب من شي مكان لبس اطفال؟ اعطوكي كارت بطاقه؟ ما اعطوني شي. لا ما اعطوكي بطاقه تجيبي لبس اطفال؟ لا. طيب السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شو صاير معك مبارحة؟ مرضاني أنا إلى سنة وشهرين أعاني بمرضي، وصرت عاملة هاي الفترة من فترة شهرين لهلا قلت عمليات تنظير للمعدة، وكل مرة عم روح نفس الحكي، بروح يعني على مشفى باب الهواء العيادات بقولوا لي بدك صورة ضليلية بإدلب، أعطوني رقم الدكتور بإدلب، حكيت مع الدكتور بإدلب قال الجهاز خربان وما عم يلاقوا له قطعه، وإلي 3 اشهر ناطره هالصوره وما مش الحال، وحالتي كل ما على الأسوأ. خبرت انه انت امبارح اخذوك اسعاف بالليل، مين اخذك اسعاف؟ الدياني الهلال. وقف الدياني؟ ايش اخذوكي؟ سياره اسعاف، الله يجزيهم الخير ويبارك بيهم يا رب. اخذوك بالليل ورجعوكي؟ ايه الله يجزيهم الخير. ولوين اخذوكي؟ اخذوني على العيادات. عيادات الخارجية تبع باب الهواء؟ ايه. ان شاء الله اعطوكي دواء، ان شاء الله يصوروا لك شو صار معك. والله يعني انه حكيت لهم وضعه وهيك كله نفس الحكي، انه بيرجعوا بقولوا لي بدك صورة ضليلة. يعني اخذوكي بحالة اسعافية؟ اخذوني بحالة اسعافية، لانه هلا لو يعني فايتين قبل 5 دقائق كان مغمى علي. يعني عم ظل دايخة واقع من مرضي، مرض شديد يعني، وكل المخيم بيعرف بوضعه. ايمتى اخذوكي ايمتى رجعوكي؟ اخذوني الساعة 9 ورجعوني الساعة 10 10 ونص. اليوم صباحا يعني؟ لا امبارح المساء. عليك العافية يا رب. عليك العافية. ان شاء الله ان شاء الله هلا يعني في حدا بيسمعنا ان شاء الله يا رب وبيسمع حالتك ان شاء الله. وان شاء الله نطلب يعني. من الله. تحكي لي شفت الجولة اللي انت اللي صورناها سابقا؟ نعم شفتها والله يعطيهن العافية، يعني لو مو هالجولة اللي اجتنا احنا ما كان مخيمنا، يعني ما كان الديانة التركية ما كان اجت علينا. والحمد لله بعد ما حكينا انه على قناة حلب اليوم الله يعطيهن العافية كمان ويجزيهن الخير، انه يعني قدمنا لهم شكواتنا والحمد لله انه قدمونا الديانة التركية، والحمد لله انه يعني قدمات لنا اللي في نصيب والله يعطيهن العافية. تحسن وضعكم؟ تحسن؟ يعني تحسن ايه الحمد لله. بشكل ملحوظ؟ لا يعني انه على قد يعني على قد الطاعة الحمد لله رب. طيب العالمين. شو ناقصكم حاليا؟ حاليا انه يعني بهالشتوية يعني لباس الاولاد يعني هيك بس، انه مصروف للغرفة يعني هيك، انه اسع يعني جابوا لنا الديانة التركية ما نقول انه ما جابوا لنا، لا الحمد لله انه يعني بس الواحد يعني قد ما يسعى الله يعطيهم العافية، يعني احنا ما
يعني ما عم نطلب منهم انه شيء فوق طاعتنا يعني. الله يعافيكي. سؤال بس، الجوله اللي انت شفتيها، اي نعم، حقيقه كانت صادقه بنقل يعني معاناتكم؟ نعم ايه، لا صادقين وجماعه يعني، اي شيء قدمنا لهم اياه. الجوله هذيك المره اجت لعنا، اللي قدمنا لهم اياه الحمد لله، الله يجزيهم الخير ويكثر خيرهم، رفعوها لهالعالم انه اهل الخيرات، وقدموا لنا اللي فيه نصيب. الله تكرم. الله يجزيهم الخير ويكثر خيرهم يا رب. شكرا لك. أنسي يعطيك العافية. الله يعافيك ميت، أهلا وسهلا. أنت الآن هون معلمة روضة ومعك زميلة تانية. مظبوط. أحكي كم طالب عندك، كم طالبة وفوق الروضة في الأساسي والأعداد وين بيروح؟ هلا عندي بالروضة أنا 35 طالب، وعندي حوالي 200 طالب من برا بأعمال مختلفة. أعمال الروضة إنه كلهم بعمر الروضة النظامي، بس ما أنا أستاذ الروضة يعني بعد لك روضة نظامية. ساعدنا يعني نحن عمل تطوعي منا، ونوعدنا إن شاء الله إنه يتم كفل هذا العمل التطوعي. في إقبال جديد على التعليم، والأهالي كتير يعني عم تفكر إنه أنا ابني ما طلع بشيء من الحياة، لازم إني أعلمه. طلاب الكبار إنه في عندهم مشكلة إنه مثلاً عم يرجعوا من المدرسة ما في حدا يحسن يعلمهم. الأمهات أكثرهم في نسبة جهل، في نسبة إنه يعني حتى المنهاج الجديد الأساسي عم نعاني فيه. إيه، فعم يجوا لعندي بعد الظهر ساعة نص ساعة لحتى إنه أرجع مشيهم بس على الدرب إنه يأخذوا الكلمة بس. طيب. أفهم منك إنه أنت الآن هذا المكان هو ليس روضة، إنما صف تدريس طلاب الروضة. مظبوط. مساعدة. مظبوط. بقية الطلاب في المرحلة الأساسية يدرسوا في مدرسة أخرى، لكن يحتاجوا إلى مساعدة في مكان آخر في المخيم، وطلبوا مساعدتهم مجانياً. طبعاً كنا أهالي ونعرف إنه المنهاج الجديد صعب. مجاني. يعني إيه مجاني. عمل تطوعي. أنت من وين؟ من حمص، من باب عمر. شو شهادتك؟ شهادتي حقوق. متخرجة؟ متخرجة 2007. الله يوفقك. الله يسلمك استاذ، اهلا وسهلا. ما في انت مسؤول المخيمات في مؤسسة وقف الديانة التركية. نعم. من فترة قصيرة كفلتوا هالدار، دار الإيمان. تحكي لي شو الحسيات اللي خلتكم تكفلوا هالدار؟ الله، نحن قرية الإيمان يتم فيها توزيع من زمان، فيها خدمات كثيرة مثل باقي المخيمات. أنتوا كنتوا توزعوا فيها؟ نعم. نعم. بواحد 11 صار تقريبا كفالة كاملة لهي القرية. في أحد حلقات برنامجكم شفنا في معاناة عند الأخوات بالنسبة للتدفئة وما تدفئة، فقمنا نحن مباشرة في كفالة قرية الإيمان بشكل كامل، وبشرنا الخدمات المطلوبة إن شاء الله. طيب شو الإضافات اللي أضفتوها أنتم من يوم ما قفلتوا المخيم، من 1/11 عم تحكي أنت لليوم، شو الفارق اللي أحدثتوه في المخيم؟ أولاً هي التدفئة، التوزيع المازوت، في صوبات سابقاً صلحناها أغلبيتها، بواري كلها جديدة. بعد الخدمات طبعاً اللي عندك كان كهرباء كان ساعتين، صار طلع حالياً 5. الخبز كان يوزع يوم إيه يوم لا، صار يومياً. في عنا كان مشروع الصرف الصحي، بفضل الله تم يعني تظبيطه وتصليحه. في عنا مشاريع ان شاء الله جاي في الايام، جبنا سياره اسعاف مقيمه هون دائما، رقم 13 مقيمه هون دائما. مثل ما انت بتعرف او مثل ما شفت اني ما في هون مستوصف او ما في نقطه طبيه، فقمنا بجيبان سياره وحطيناها في القريه. في مبالغ ماديه، في كفالات طبعاً، في شيء معونات، في شيء مثلا اشياء عينيه بتعطوني اياها؟ طبعا الله، نحن سابقا كان في كل مده ومده يعني شهرين ثلاثه، طبعا مده زمنيه توزيع فيها توزيع مبالغ ماليه. تمام. مثلا جمعه الماضيه صار توزيع 200 ليره تركي، توزيع 200 ليره تركي. تمام. هي كفاله ولا منحه؟ الله، هي منحه، تعتبر منحه. نحن ان شاء الله بنسعى يعني على ان تكون هي دائمه. كفاله لزوجات الشهداء. زوجات الشهداء كفاله اكيد. ايه تمام. نحن ان شاء الله في عنا مشاريع تانية ان شاء الله. شو وزعتوا عينيا؟ عيني 200 لتركي، في امور لحمه، في عندك توزيع غذائيه، منظفات، يعني ان شاء الله. طيب طيب، طيب وزعتوا لبس اطفال اول في الشتاء؟ لبس اطفال بطانيات حرامات. نعم، لبس الاطفال مع البطانيات ان شاء الله في الايام الجايه. نحن في عنا مول جاهز باذن الله تعالى، هذا المول راح يوزع لكل القريه باذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، نحن الآن في قرية عائشة للأرامل زوجات الشهداء
والأيتام، هذه القرية التي تكفلها أيضا مؤسسة وقف الديانة التركي. سنقوم بزيارة بعض بيوت هذا المخيم لنطلع على وضع الأسر فيه، تابعونا. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. يعافيك يا رب. شلون صحة؟ الحمد لله. بدك شوي تحكي لنا عن وضعكم هون. وضع المخيم يعني تقريبا وسط، الحمد لله رب العالمين. متوفرة المي، الكهرباء لأربع ساعات، الغاز تقريبا كل شهر، معوني ممكن كمان شهريا، الحمد لله. مشيتي هلا كيف الجو عندكم؟ مشيتي عم نعاني من البرد، لحد الان ما في وسائل تدفئه ابدا نهائي، ابدا ولا اي وسيله، لا صوبيات ولا مازوت ولا اي وسيله. لبس اطفال ولا حتى لباس اطفال؟ لا، ما اجى شيء حاليا. طيب في المطر كيف كان الجو كان عندكم؟ احيانا الكرفانات بتسرب مي اذا كان المطر قوي، مو كلهم يعني. أيوة. بس انا الحمد لله كرفانتي ما سربت لحد الان، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فرش اغطيه شلون؟ لا انا هاي كلها اغراضي شخصيه يعني، الي ملكي خاص. ما اعطوك شيء؟ لا. ولا ما عندهم؟ لا عندهم بس قليل قليل وسيء، شيء سيء يعني، ما له جديد، ما بكفي بالحاجه يعني. احرامات رقيقه وهون المنطقه جبليه صعبه. أيوة. يعني بكره شهر كانون، بيجي شهر صبير جاف، بحاجه لاغطيه سميكي وسائل تدفئه. نعم. شو رح تسوي؟ موعودين انه بدفايات غاز. موعودين ان شاء الله خير. ايش بك؟ من البرد. من البرد؟ ايه. سلامتك. يعني اشوي يعني هيك نضل بالاطفئه. ايش ما عندك اولاد؟ ما عندي. لك؟ عندي بنت مجوزه بسان بدا و... ايه؟ وانا هون بهالقرف. ساكنه لحالك؟ مقطوعه. ساكنه لحالك؟ ايه. هي عندي بدي اقوم صلي ولا بيجيكم ثواب؟ بقوم سيد برجف وبكي من البرد، لا في اطفئه ولا في غاز. بس صدق، بس قالوا جابوكم غاز؟ ما جابوا لنا غاز، لا يلي مقطوع. انا هلا جبت الغاز، شلته من الطبخ ولا شيء، حطيته على الدفاية مشان ندفى. بس معي الدفاية ما في. انت عندك جرد غاز ولا ما عندك؟ عندي. ايه مليانة ولا فاضية؟ لا مليانة، هلا حطيت شلته مع الغاز وحطيته على الدفاية. يعني كان في عندك غاز؟ ايه بس للطبخ يابا. ايه للدفاية ما لسه ما جابوا دفاية. ايه. قالوا لسه ما جابوا دفاية. ايه بس ما بدنا معونة؟ ايه ما جابوكم معونة؟ ها ما جابوكم معونة؟ ما جابوا لنا معونة. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. انت هون من سكان مخيم عائشة؟ ايه لي 6 سنين هنا. 6 سنين هون؟ ايه. هذا مخيم صار له 6 سنين؟ ايه صار له 7 كمان. صار. انت من وين؟ انا من ريف حما. ريف حما. شو رايك تفتحي؟ عادي. ايه افتحي. عادي. ايه شو تحكي لي عن المخيم شو وضعه؟ الحمد لله هالحظ يعني لشهر الوقف مستلمنا. يعني كثير تحسن عن وضع اولي. مثلاً كان القرفانات يشرن علينا، قدموا لنا الشوادر، قدموا لنا الخبز. يعني أنا على نيتي بعاود ربطين زيادة خبز. إيش عندك كم ولد أنت؟ عندي 5. ما شاء الله. إيه. ويعني وضعه كثير يعني تحسن كثير يعني عن أولي. انتهت جولتنا لهذا الأسبوع من مخيم قرية دار الإيمان ومخيم قرية عائشة للأرامل زوجات الشهداء والأيتام. سنكون معكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم من مكان آخر في سوريا الحرة الحبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.